السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مثال ازاي ادخل جوجل مابس جوه الاوتوكاد. فهروح لقائمة انسيرت واقول له سيت لوكيشن واقول له فروم ماب او فروم فايل. لو انت عندك ملف جاهز ممكن تختار الملف ده وتفتحه. الملف ده ممكن يكون KML او KMZ اللي هما بيصدروا من جوجل ايرث. فانا هاجي هنا اقول له فروم ماب فبيبدأ يجيب لي خريطة. فبقول له مثلا انا عايز المكان الفلاني، تكتب اي اسم انت عايزه تمام. فبيبدأ يجيب لك اكتر من خريطة، مثلا قطر، يونايتد عرب اماراتس، قطر، ايران، يعني خريطة مشتركة بينها وبين دولة تانية يعني تمام. فانت بتختار كده وبعد كده بتقول له مثلا ايه دروب ماركر هير. طيب ممكن نعمل زوم، هو كده كده اوتوماتيك هيجيب لك كل الخريطة اللي حواليها. طيب انت عايز مثلا التركيز مثلا على الروتس فيبقى بالشكل دوت، او عايزها بالشكل دوت كقمر صناعي لوكيت مي، يبدأ يشوف انت موجود فين ويبدأ يجيب لك المكان اللي انت موجود فيه بالشكل دوت، الالفيشن بتاعك هقوله بعد كده نيكست. فبيبدأ يجيب لي ال GIS coordination system اللي موجود، وهنا تقدر تختار ال time zone. هو هنا 03 drawing unit خليها بالكيلومتر تمام. continue anywhere anyway، وهنا ماشي. فبختار ال GIS coordination system اي واحد فيهم وبعد كده بقول له next. فبيقول لي حدد البوينت اللي انت عايز تنزل فيها. فممكن اقول له 0 و 0 و 0 انتر. بيقول لي بقى النورث دايركشن بتاعي اوكي 90. فبيبدأ ينزل لي الخريطة بالشكل دوت. نزلت لك الخريطة كلها، فتقدر بقى تشوف انت المشروع بتاعك في انهي جزء وتبدأ ان انت تحط الشغل بتاعك. زي ما انت شايف الخريطة فيها كمية انفورميشن رهيبة جدا، لان هي متوصلة بالانترنت والقمر الصناعي. هنا متحف قطر، اللي عمل المتحف دوت ايبي اللي هو الياباني، ف قال لهم لازم يكون في وسط الميه على اساس ان هو ما يتبنيش اي مباني اعلى منه ويبقى مميز. ودي تحفه فنيه انا مش عاجباني الصراحه تمام، بس هي حاجه فنيه يعني. هنا هتلاقي المتحف القومي بتاع قطر اهوت. انا بتكلم على درجة الوضوح، ان انت بتعمل زوم بتيجي معاك الديتيل دي السيارات الموجودة. انا العربية بتاعتي هنا قدام بيت واحد صاحبي. فتقدر ان انت ترسم الخطوط بتاعت المباني، وتلاقي شوية حاجات ان انت تقدر تعمل edit location، تعمل remove location وهكذا، تغير نوع الخريطة.